مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أرحب بكم في حلقة جديدة من مقابلة. ضيفي أو ضيفتي اليوم هي رئيس وكالة أخبار ليبيا 24 الصحفية والباحثة دكتورة ريم البركي. دكتورة أهلا بك وشكرا لقبولك الدعوة. مساء الخير، أهلا بك أستاذ مالك. أهلا بك. على صعيد الشخصي نحن أصدقاء، ولكن الآن أنا مدير هذه الحلقة، وأعتقد أن نفضل تكون الحلقة باللهجة الليبية أفضل. يا ريت عشان نحاولوا حتى نسهلوا المصطلحات التي تستخدم في المدة الأخيرة. فرغت هذه المصطلحات من محتواها وتستخدم بطريقة فارغة، صعبت على الشارع فهم الأحداث. طيب كيف نوصف المشهد أو اللي ساير للي مش فاهم دكتورة في البداية؟ شوف، أنا غالبا أصدقائي يقولوا لي إنك يا ريم توصف نظرتك سوداوية للأمور. أنا واحد منهم. طيب هل أنت شايف إن فعلا أنا نظرتي سوداوية للأمور؟ طبعا أنت مش هتقدر تجاوب. أنا من يسأل هنا. أنا نظرتي رياليستيك، نظرتي واقعية للأمور. الناس بدون سيولة وبدون كهرباء وبدون لقاح وبدون بنزين وبدون أشياء كثيرة. كيف توصف هذا المشهد؟ يعني لو ممكن نكون متفائلة نوصف أن مشهد ضبابي، مغيم، متشابك، معقد جدا لعدة أسباب. شنو هي الأسباب هذه؟ أو الأسباب الرئيسية، خلينا مثلا نعكفوا على المستوى الإداري على سبيل المثال. وجود أناس في مناصب ربما لا يتحلون بالكفاءة المطلوبة. شوف، نحن لدينا خلينا نتكلم زي ما قلنا بالليبي، في عدة أسباب. أوكي، أولا ليبيا طلعة من حروب في آخر 10 سنين، حروب بعضها ناجح وبعضها فاشل، حروب بعضها بالوكالة وبعضها فرضت علينا، كالحرب على الإرهاب على سبيل المثال هي حرب فرضت على الليبيين لتحرير مدنهم، لاستعادة أراضيهم، لأمنهم، لسلامتهم، لحريتهم. عندنا مثلا الميليشيات عنصر أساسي في سواد المشهد الليبي. عند التدخلات الخارجية هي لب سواد المشهد الليبي. وعندما أتحدث عن التدخلات الخارجية، هناك تدخلات ظاهرة وتدخلات باطنة. لدينا الإدارة في ليبيا صفر، وهذه لعدة أسباب. لأسباب قبلية، بسبب المحاصصة، بسبب مشيلي ونمشيلك، وبسبب غياب المحاسبة وهو العنصر الأساسي في الأمر. يعني هو يعني مش بس تقصدين الهيئة الرقابية ما يشتغلنش بالشكل الصحيح. هو مش بس فرضت علينا المحاصصة، مش بس فرضت علينا المحاصصة في ظل غياب المحاسبة. كل من تولى مناصب في آخر 10 سنوات لم يحاسب، من حوسب؟ حتى الحكومات، البرلمانات والمجالس التي انتخبت من ضعفها لم تكن قادرة على مساءلة الحكومات. هل شهدنا مساءلة حقيقية لحكومة من حكومات ليبيا في آخر 10 سنوات نتج عنها على سبيل المثال استقالة رئيس الوزراء وتكليف رئيس وزراء آخر، أو استقالة وزير الخارجية أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية؟ أتحدث عن الوزارات السيادية. كم عملية اغتيال في طرابلس؟ كم عملية اغتيال في بنغازي؟ ماذا حدث في كل هذه القضايا؟ من المسؤول؟ الحكومات هي المسؤولة. كل رؤساء الوزراء الذين تولوا مناصب من 2011 لعند اليوم. طيب عزوف النخب السياسية أيضا، وانت حاكي على الموضوع هذا من قبل. تحدثت أنا قبل الحلقة، تحدثت معك عن عزوف النخب السياسية. أثر بشكل سلبي طبعا على المشهد الأول. أكيد حاليا الناس، النخب الحقيقية
ما هو احنا تحدثنا عن المحاصصة صح؟ طيب في المحاصصة طبيعي ان من سيتولى هذه المناصب سيأتي بالمحاصصة مش لانه كفؤ. النخب الحقيقية والكفاءات الحقيقية مش هي اللي ترشح نفسها. يعني فكرة والله الحكومة طلبت تقديم سير ذاتية وسيفيهات ومش عارفة الكلام هذا، الكلام هذا أزعجني جدا جدا جدا. النخب معروفة، النخب معروفة، لكن التقسيم الحكومي الأخير ومش بس الأخير عشان ما يقولوش ريم تتحامل على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، تقسيم الحكومات من 2011 لعند اليوم تمت عن طريق المحاصصة والقبلية والجهوية والمناطقية وكل هذه الآفات التي سببت وما زالت تسبب في تآكل ليبيا. أشرح بشكل مفصل. مالك، أنا اليوم سأحاول إني ما نذكرش أسماء. طيب يفضل. أوكي. إني ما نذكرش أسماء. لا هو 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 شعار البرنامج، شعار البرنامج، شعار مقابلة. وأردد ذلك حتى في البروموهات أو الإعلانات الترويجية للبرنامج. أنا لديك الحق الكامل لتقولي ما تريدين، ولكن كل ما قلتيه أو ما ستفعلي سنتحدث عنه في مقابلة مع ضيوف آخرين. يعني إذا أردت أن ذكر أي شيء هناك، يعني رد الحق مكفول فقط من قناة ليبيا. صدقني بعض من أريد ذكر اسمهم هم أصلاً لن يتعاملوا مع قناتكم على سبيل المثال. يعني معنا عندنا وزراء في الحكومة هذه هم دعموا الإرهاب، دعموا داعش، دعموا أنصار الشريعة، هؤلاء اللي يتعاملوا مع قناة مثل قناتكم. تقصد التيار الإسلامي؟ التيار الإسلامي المتطرف الراديكال. لأن في تيار إسلامي، في تيار إسلامي متطرف، وفي تيار إسلامي مقاتل. نحن في الحكومة هذه عندنا التيار الإسلامي، وعندنا التيار الإسلامي المتطرف، وعندنا التيار الإسلامي المقاتل. ثلاثة. كارثة. كارثة. ولما اعترضنا قالوا ما هي اسمها حكومة وحدة وطنية. الوحدة الوطنية مش معنى أن تدير لي حكومة وحدة وطنية أنك تجيب لي وزير دعم الإرهاب على سبيل المثال. هو اليوم هذا مش موضوعنا على فكرة. هو كل شوية بنخش من محور ونطلع في محور، ولكن أنت ملغمة الدنيا. طيب إذا كان هذا تحليلنا للمشهد، نجو نحكي توا على الحل. طيب الحل قبل ما نقول لك الشيء الآخر. ما فيش حد في ليبيا عنده عصا مسلم. الحل يتطلب انخراط النخب الليبية، مش انخراطهم في الحوار مع بعضهم، لأن هذه حوارات فاشية. نحن عارفين أن هم لن يتفاهموا ولن يتواصلوا لصيغة مجتمعية، صيغة عقد اجتماعي يرضي كل أطراف ليبيا، كل أطراف المجتمع الليبي. أنا أتحدث على انخراط في حوار بين النخب وبين الساسة وبين الشعب. طبقات الشعب الليبي المسحولة، كلنا والليبيين بشتى أطيافهم ما أخذوش مرتباتهم من 6-7 شهور، والفرصة اللي قبلها كانت العيد اللي قبله. يعني نحن الليبيين ينزل لهم مرتب من العيد للعيد، ما هي؟ ويجيهم تضيع 10 ساعات في اليوم. كيف مواطن طبيعي يجيها يضيع 10 ساعات في اليوم؟ أنت شن تبي منه؟ أنت وفر له أبسط حقوقه، المرتب والكهرباء والبنزينة ونظافة الشوارع، الخدمات العامة، هذه حقوق مش جميل من الحكومة. اللقاح هذا حق. هل يقوم المواطن بتقديم الواجبات لكي وفر لي حقوقي الأول وأسألني عن واجباتي؟ ما هو أنت ما تقوليش أنت أنا فاهمة سؤالك يا مالك. أنت بتقولي أصلا الليبيين ما يدفعوش في فاتورة الضي مثلا على سبيل المثال. خليه لي ببطاقات من بكرة، خليه لي الضي ببطاقات، تبيه 24 ساعة عندي أدفع حقه مقدما زي كارت الموبايل عادي، أنا معاك وكلهم هيدفعوه.
مش حقيقة، مش حقيقة ان الليبيين ما يدفعوش في فاتورة الكهرباء. لهذا السبب الكهرباء تنقطع بالثمان ساعات على الشعب الليبي، جريمة أخلاقية في حق كل من حكم ليبيا ان الليبيين ينقطع عليهم التيار الكهربائي لأكثر من ثمان ساعات في اليوم. جريمة أخلاقية، والله والله سيحاسبهم عليها التاريخ. لا أعتقد أنهم يخافوا من ربهم لأنهم. طيب المحور الآخر اللي هو ملعبنا طبعا، متابعة الإعلام للمجريات. هناك من يلقي بكل اللوم على الإعلام، والإعلام هي سلطة عشان تلوم، يعني إنه يشارك في الفتن ويشارك في الضرين. خرافة أن الإعلام تأجيز. سلطة رابعة، خرافة أن الإعلام سلطة رابعة. جائزة في الدول المتقدمة، في الدول اللي الإعلامي فيها يقدر يعدي مركز شرطة يقول أنا تمت فلان حرض على قتلي، أو فلان أرسل لي رسالة تهديد، ويوضع في الوقت هذا في لما 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 الإعلامي لما 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 الإعلامي يعدي يقول أنا العصابة حاولت تحددني، يوضع تحت حماية، تمشي وراه سيارة شرطة وتحميه. تمام؟ هنا لما تقول لي هذه هي السلطة الرابعة، أنا هنفضحك وأنا هنجيب عليك مستندات أنك أنت إنسان فاسد مادياً وأخلاقياً وتستخدم في كل أساليب القذرة للوصول لمبتغاك، وبعدين في الحالة هذه ينفع أني لما أنت تحاول تهددني أنا والله هرفع عليك قضية وهتمشي وراي حماية وأنت ما تقدرش تمس شعرة مني. لكن إحنا هنا في ليبيا ما ناش سلطة رابعة. الإعلاميين طبقة مسحولة تتأخر رواتبهم بالسنة. والله يشرح لهم. لا حقيقة تتأخر رواتبهم بالسنة، ما عندهمش أي حماية، ما عندهمش تأمين طبي. معقولة مراسل يطلع عند الجبهة يقاتل لأنه هو بصراحة مسك كاميرا ويقاتل، لأنه هو بينه وبين المقاتل 2 متر أو ممكن حتى أقل من 2 متر، وبعدين لما يصاب ما يقعدش عليه تأمين طبي ويقعدوا هلا يجاروا به. وهذا كله يطلع من دافع حب الإعلامي للحقيقة. الإعلامي يرى الإعلام الحقيقي يخدم. ومن قتل ومن تم تصفيته ومن اختطف ومن تم إسكاته ومن تم شراءه ومن. نحن الإعلاميين في ليبيا للأسف الشديد، كل من يقول لك إن الإعلاميين في ليبيا هم اللي سيبين كل هذا الشيء، لا والله مش حقيقة. بعدين يقول لك والله أصلا الإعلامي أجج، في إعلامي أجج، هذا الموضوع أنا ما ننكرش، في إعلامي أجج، لكن شنو السبب؟ السبب ما فيش نقاب يؤجج. غياب الرقابة. مش غياب الرقابة، فسر غياب الرقابة على الإعلامي. ما عندناش نقابة. ما عندناش نقابة يا مالك. ما عندناش نقابة. في من يرفض في النقابة هذه ريم، يعني كل ما تستحدث فكرة. ما هو لما يقعد ممول من الخارج بالطبيعي أنه يرفض وجود نقابة نقابة وطنية. تعطيه الإذن بمزاولة المهنة ولا تسحب ترخيصه من مزاولة المهنة؟ هل في اعتقادك أن 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 الأشكال اللي تطلع على التلفزيون بالساعات وتسب وتقذف المحصنات وتمزق في النسيج الاجتماعي الليبي وتقول علي هضومة مش عارفة كانهم، وهضومة توصفهم بالرعاع، وهضومة توصفهم بالبدو، وهضومة توصفهم بالقرامطة، وهضومة توصفهم هذه المسميات التي مزقت النسيج الاجتماعي الليبي، هل لو في نقابة هتكون موجودة؟ نقابة حقيقية وطنية غير ممولة من الخارج، نقابة حقيقية تقول لك وقف فلان من الظهور في البرنامج بتاعك عشان ما يسحب لكش ترخيص قناتك. لذلك النقابة مرفوضة. طيب كيف توصفي متابعة الإعلام للاستحقاق الانتخابي؟ هل تحصل على تغطية إعلامية كويسة للانتخابات؟ يعني التغطية الإعلامية جيدة للانتخابات أولا، التجهيز للانتخابات قصديا، أولا يكون دور المفوضية في الأمر. الإعلام عنده دور، بس هو دور محدود ومش اليوم. الدور يبدأ بعد ما يعلنوا المرشحين عن أنفسهم. تبدأ أنت كمالك تستضيف المرشحين،
كيف ما نقوله نحن تحاول تاخذ منهم كل المعلومات اللي ممكن تفيد المشاهد، عشان المشاهد او الناخب، يعني المشاهد هو الناخب، عشان يعرف من يصوت لاي برنامج انتخابي او لاي شخصيه. اليوم مش دور الاعلام، اليوم دور المفوضيه. ما عندهاش دور حتى في التوعيه للتسجيل؟ غريبه والله. نحن كشباب اعلاميين واعينا بالتسجيل، ولو تلاحظ ان الحمله اللي اطلقوها الشباب بشكل فرادي مش بشكل منظم، لأن نحن كإعلاميين ليبيين مناش منظمين على فكرة. كل واحد يخدم على طريقته يعني، وهذا أمر جيد على فكرة، مش أمر سيء، أن كل واحد يخدم بمشهودته الذاتية وكل واحد يخدم بطريقته هو الشخصية، أمر جيد جدا على فكرة. من يوم واعينا بأهمية الانتخابات من آخر 10 أيام، يعني من بعد العيد وتعال جاي كيف ما نقوله، أعداد المسجلين يتضاعف. اليوم عندنا 32 ألف وكسر، وهذا عدد ما سجلش في أول 15 يوم أو أول عفوا أول 10 أيام. يعني نحن كان عندنا 2000 1800، كان اليوم عندنا 32 ألف سجلوا مرة واحدة. فدور الإعلام في التوعية على منصات التواصل الاجتماعي مهم جدا جدا. القنوات الليبية بصفة عامة والراديو ما زالت لهجتهم خشبية شوية. أرى أن شباب السوشيال ميديا أكثر رواد التواصل الاجتماعي. رواد التواصل الاجتماعي. ما تشوفي في التلفزيون والراديو ما زال طريقة كلاسيكية. يعني جلستنا اليوم هذه يا مالك هينتقدوها، هيقولوا كانت جلسة هدريزة، ممكن تكون هدريزة out of record بعيدا عن التسجيل تكون أفضل، لكن هينتقدوها لأنها ما هي جلسة رتيبة، عرفت كيف؟ طيب نطلع من الإعلام ونجو شوية للشأن السياسي. تبعتي اللي صار في يعني من مجريات الحوار ما يخص لجنة 75 وما إلى ذلك، وصولا إلى تواجد طرفين، طرف يدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية وطرف يدعم الانتخابات البرلمانية فقط ويريد أن يعطل الانتخابات الرئاسية بحجة لابد من استيفاء الدستور أولا والاستفتاء عليه، وبعد ذلك أي نجيبوا برلمان، وبعد البرلمان هذا ممكن بسنة وسنتين يجي رئيس. كيف شن رأيك أنت؟ نديروا فلاش باك شوية. نحن عندنا مشاكل أساسية في لجنة 75، من أعطاهم الحق لتمثيل الشعب الليبي؟ هذا رقم واحد. الأمم المتحدة. من أعطى الأمم المتحدة الحق في تشكيل لجنة غير منتخبة لتقر مصير الشعب الليبي؟ هذا أول شيء. عضوية ليبيا. لا الشعوب الحرة لا ترضى بهذه المهازل، مع أن أعضاء راه لجنة الحوار عدد كبير منهم جدا أصدقائي، ونصحتهم بعدم الانخراط في هذه اللجنة، لكن هم رأوا أن عمل وطني لمحاولة تقريب وجهات النظر، وأنا أشكرهم على هذه المجهودات. لكن نحن عندنا برلمان منتخب تم الانقلاب عليه، وتم تشكيل جسم غير منتخب بغض النظر على اعتراضنا على أفعال البرلمان وعلى أخطاء البرلمان، وبغض النظر على أنت تحكي على مجلس الدولة، أنا أتحدث على البرلمان الليبي ولجنة 75 المستشار عقيلة صالح. نعم، هذه الجهة الشرعية التشريعية الوحيدة في ليبيا. آخر انتخابات صوتوا للناس هذوما، اليوم نحن الناس هذوما نبوهم ولا موافقين عليهم ولا مش موافقين عليهم، هي الجهة التشريعية بالنسبة لي أنا الوحيدة. أوكي، تم الانقلاب عليهم، وبفضل حوار الصخيرات تم عندنا مجلس دولة، مجلس دولة غير شرعي. طيب ولكن مجلس الدولة، أنا خليني نرد عليك يعني بلسان حال الطرف الآخر يعني، ولكن مجلس الدولة هو مخرج من مخرجات الحوار الذي وافق البرلمان على الانخراط فيه، وأنتج البرلمان من جديد كطرف من أطراف الحوار. ما هو نحن قلنا نحن نعترض عن أفعال البرلمان، ما قلت لك هو ماهوش برلمان الدولة الفاضلة. البرلمان اللي مثل فيك وافق على ما هوش برلمان الدولة الفاضلة، هو برلمان كله أخطاء، كله أخطاء البرلمان، بس هو يظل الجهة التشريعية الشرعية الوحيدة في ليبيا. أوكي كويس. بعدين تم عندنا هيك بلجنة 75 ثلاث أجسام تشريعية تقريبا، برلمان، مجلس دولة استشاري، ولجنة 75. لجنة 75 أصبحت سيف على رقاب الليبيين، صوت على ظهور الليبيين،
تقر وتشرع وتدير في تشريعات وتصدر في تشريعات وتوافق ولا توافق وتمرر في حكومة وتقول للشعب الليبي والله يا شعب ليبي نحن اليوم وافقوا لنا على حكومة دبي ويوم 24 ماشيين صوته. متأكد إن في انتخابات يوم 24؟ نجي لسؤالك الحقيقي. الانتخابات برلمانية تشريعية رئاسية مباشرة غير مباشرة. أول حاجة خلينا نقول شو المعنى انتخابات رئاسية مباشرة وانتخابات رئاسية غير مباشرة. الانتخابات الرئاسية المباشرة هي اللي الشعب ينوض من النوم يعدي يصوت بطريقة مباشرة حرة لرئيس، غير مباشر يختار البرلمان. نعم، نحن شفنا البرلمانات كيف بالسهل تخترق، وهذه لعبتهم اختراق البرلمانات. هذه أول شيء. طيب وين كانت كل المشاكل هذه اللي هو الانتخابات الانتخابات الرئاسية مباشرة أو غير مباشرة؟ وين كانت المشاكل هذه قبل ما يمررنا حكومة الحكومة الحكومة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة؟ إحنا تغلفت لنا شيء، جانا باكج مغلف، قالوا لنا في انتخابات رئاسية وبرلمانية والشيطان يكمن في التفاصيل، ومررنا الحكومة هذه والحكومة هذه هتهيئ الوضع للانتخابات. مررنا الحكومة هذه قالوا لنا بس الانتخابات رأوا نحن ما زلنا مش متفقين عليها، قائمة ولا فردي، رئاسية مباشرة ولا غير مباشرة. نحن عندنا إشكالية في القاعدة الدستورية، كنكم اتفقتوا على القاعدة الدستورية بدم عندكم إشكالية في القاعدة الدستورية، عفوا يعني كنكم القاعدة الدستورية ما اتفقتوا عليها قبل إقرار الحكومة. معلش يعني لماذا؟ لمصلحة من؟ هل فرضت على لجنة 75 من قبل الأمم المتحدة تمرير الحكومة اليوم ووعد وإعطاء وعود للشعب الليبي بإجراء الانتخابات؟ هذا اللي تم، أن الحكومة ستكون تسيرية إلى حين 24 ديسمبر 2021 اللي هو موعد الانتخابات، وبعد ذلك ستتحول إلى حكومة تسيير أعمال إلى حين تولي الرئيس أو البرلمان الجديد إلى مهامه، وهذا اللي يعرفوه الشارع. أنت شن أنا أتمنى أن نذهب للانتخابات. الكل يتمنى ذلك. تواقة والله. الكل يتمنى ذلك. تواقة والله. أنت تبي تقولي إن ما فيش انتخابات وخايفة من ردة الفعل يعني؟ أنا أتمنى يعني إن شاء الله بإذن الله ظنوني وشكوكي وكل اللي في بالي يكون خطأ. طيب بإذن الله. أنت صحفية ورئيسة وكالة إخبارية، يعني وكالة بحجم أخبار ليبيا 24، أكيد متابعة التصريحات الدولية، تدخل أمريكا في الولايات المتحدة في الملف الليبي وتجديدها على انتخابات 24 ديسمبر. تجديد الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت بيان عن طريق وزير خارجيتها قالت أنت عارف طبعا الحكومة سميت حكومة الوحدة الوطنية والنخب ونحن طلبنا أنها تكون اسمها الحكومة المؤقتة، لكن تم باعتبارنا هي حكومة مؤقتة، فعليا هي حكومة مؤقتة، من ينكر أنها حكومة مؤقتة؟ تم تجاوز هذه الطلبات وسموها حكومة الوحدة الوطنية، مع أنها مش شايفين أي وحدة لأن المؤسسات لم تتوحد، وما دام المؤسسات لم تتوحد إذن هي ليست حكومة وحدة. طيب. خلينا في المهم. المهم ان امريكا قالت كنا متفائلين شويه جدا والله صدقني والله يا ريت يعني صدقني انا يعني طيب. انا نحاول بامانه ان نكون متفائله بنفس تفاؤل الشباب اللي في الشارع، لكن كل ما اطلعت اكثر على الامور وكل ما شفت التفاصيل كيف مقلقه وكيف مرعبه، تعرف ان نحن في وضع في مأزق حقيقي. ف وزير الخارجية الأمريكي قال الحكومة الليبية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، قالها بناء على جولات سيد رئيس الوزراء يطلب فيها بالتمديد لمدة سنتين. لا يخفى على أحد أن سيد رئيس الوزراء أجرى جولات مكوكية لأنه هو شايف أن الوضع غير مؤهل للانتخابات وأن الحكومة لم تعطى فرصة لتقديم أي شيء. أنت شايفة أن الوضع مهيئ للانتخابات؟
أنا شايفة إن بكرة الصبح لازم نعدوا ننتخبوا عشان نتخلصوا من كل هذه الأجسام التي جثمت على قلوب وعلى صدور الشعب الليبي لمدة 7 سنوات ظلماً وبهتاناً، وزادت معاناته وزادت مآسيه. ماذا فعلت الحكومة الليبية، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، من يوم توليها لمهامها حتى اليوم؟ ماذا فعلت؟ طلع السيد رئيس الوزراء قال أفرحوا يا الليبيين، مليكم طعموا وتنعموا بالكهرباء، وتوا نبو نديروا نبو مفروض تفكروا في الطيارات الخاصة واليخوت الخاصة، وهو مازال يحكي الضي انقطع عليه. شفت الفيديو؟ أني كهرباء اللي ينعموا بها الليبيين كل تبع. نحن في الاستوديو هنا عندنا مولد، ما فيش كهرباء، والمولد ما يقدروش عليه الناس. احنا خلينا بروحنا، نحن مش حكومة، نحن جهات خاصة. الأفراد جهات الخاصة، ما عندناش كهرباء في ليبيا. شين سبب أزمة الكهرباء؟ ليش بكرة مجلس النواب ما يكلم رئيس الوزراء ويقول له شين سبب أزمة الكهرباء؟ مش قادر تحلها، يقول لك نحلها في شهر 11. مش شهر 11 طبيعة نحل، ما كانش عند أزمة كهرباء في شهر 11. نحن أزمة الكهرباء في الصيف أثناء المكيفات، وفي الشتاء أثناء الدفايات. عليش بكرة ما يقولاش ما عليش أزمة الكهرباء، يقدم استقالتك؟ شو السبب؟ طيب ما الواجب فعله إذا ما أردنا العودة والحديث عن هذا الاستحقاق الانتخابي؟ شنو واجب الإعلام؟ شنو واجب الأحزاب؟ شنو واجب منظمات المجتمع المدني للمضي قدما نحو الانتخابات؟ حاليا يجب علينا التسجيل. أدعو كل الشباب، كل أطياف الشعب الليبي، باختلافاتنا بخلافاتنا بالدم اللي حصل بيننا، عدوا سجلوا، لأن مازال ساعات قليلة والتسجيل يسكر، وبعدين نتحدثوا على المرحلة المقبلة، هل اللي رشح روحه يستحق صوتي أو لا يستحق صوتي. حتى كان ما نبيش ننتخب بك، المهم سجل يعني. لا، سجل وحط ورقة بلا مارس حقك الانتخابي اللي طلعت عليه في 2011. في 2011 لما طلعنا في مظاهرات كان في مية وكان في ضي وكان في بنزينة وكان في كهرباء وكان في سيولة. طلعوا قالوا نبوا الحرية، نبوا الديمقراطية، صح؟ لما طلعنا مش قلنا نبوا حرية ونبوا ديمقراطية؟ أطلع مارس حقك الانتخابي، إن شاء الله تصوت بلا. طيب واجب الإعلام؟ واجب الإعلام إعطاء مساحة كافية متساوية ومتوازية لجميع المرشحين لطرح برامجهم الانتخابية، وأنا أتمنى أن تكون كلها بنظام القائمة ومش نظام فردي. ليش؟ أنا ضد الفردي. ليش؟ لأن الفردي سهل اختراقه. كيف؟ نحن زي ما شفنا في انتخابات البرلمان، وزي ما شفنا في انتخابات المؤتمر الوطني، في أشخاص رشحوا أرواحهم على أنهم مستقلين، في الواقع يتبعوا لجماعة معينة بعينها. حتى الرئاسي؟ ما فهمتش. حتى الانتخابات الرئاسية، في اللي يقول لك لا لازم يجيك من عند اللي مرشح للرئاسة، لازم يجي عن طريق حزب، يعني شخص مستقل ما يقدرش. على سبيل المثال، ما زالت ما أقرها يعني. هيكون موضوع شكلي. لأن نحن تقريبا عارفين ما اللي هيرشحوا أنفسهم، هذوما ناس معروفين اللي هيرشحوا أنفسهم لرئاسة ليبيا. البرلمان هو اللي أخطر من الانتخابات الرئاسية، لأن الانتخابات الرئاسية مش هنقول لك هي محسومة، لأن هذا موضوع مش حقيقي، هي مش محسومة، لكن عندنا 10-15 مرشح، فاهم قصدي؟ معروفين. نعم. مواقفهم واضحة في آخر 10 سنوات. مش هيجيك شاب مش معروف عمره 45 سنة يرشح نفسه، ولو طلع على اللي هنصوت له. مش هيجيك شاب خبرة اشتغل على نفسه ويجي يرشح نفسه، للأسف الشديد. هيجيك واحد من الوجوه اللي تصدر. ربما حتى هي فكرة، حتى فكرة مثلا السن أصبحت يعني متغلغلة في أعماق الفكر العربي، بأن الحاكم يجب أن يكون بمواصفات معينة، بسن معين، ب بي بي ما هذا من بؤس الوضع السياسي، المشهد السياسي في منطقتنا بصفة عامة، يعني مشهد بائس. طيب
ما الواجب حتى على الأحزاب القديمة والجديدة التي ربما تكونت عند اقتراب الانتخابات؟ الحفاظ على برنامجها الانتخابي، الترويج له بشكل جيد، الحفاظ عليه، المهم أنها هي تحافظ فعلا عليه، تحترم كلمتها اللي أعطتها للشعب. كم نائب ما احترموش كلمتهم اللي أعطوها للشعب؟ مئات، لو ما قلتش 90% منهم. لازم يحترموا برنامجهم. شوف، عندنا في أوروبا وفي العالم كله بصفة عامة دايرين حاجة لطيفة. أنا خلال 100 يوم من وصولي للسلطة شندرت. نحن هنا اللقطة هذه ما عندناش صراحة. يوصل للسلطة يسكر صفحته على الفيسبوك اللي كانت قناة التواصل الوحيدة مع الشعب، ويركب سيارة عالية ويمشي وراء رات الحراسات، وانتهت القصة خلاص. يقعد قاعد في المكان هذا النهاية، وما عاش يوصل فيه حد، ما عاش يوصل فيه حد. والحاشية اللي جنبه تصور له انه هو 100 100. الأحزاب اليوم دورها انها تختار اشخاص عندهم كفاءة، عندهم فكر سياسي حقيقي. ما هو نقول لك عليه حاجة، مش غلط انك تجيب لي واحد محبوب وتحط لي في قائمة. انت تبي تجيب اصوات للقائمة بتاعك، لكن المحبوب هذا على الاقل يجب ان يكون عنده الحد القدر الكافي من ممارسة العمل السياسي. من ممارسة العمل السياسي، مش بكرة يوصل للبرلمان وبعدين يجي الحزب اللي نحن عارفينه يضحك عليه ويأخذ ويقعد صوته ماشي مع الحزب هذا كاه. لازم تجيب ناس عندهم فكر يؤمنوا بهذا الفكر. طيب، عشان يعرفوا يصيروا. نحن قلنا بنحكوا بالليبي، نحن قلنا بنحكوا بالليبي. خليني نحكي لك كل مرة نحكي بحال أو بلسان حال جهة معينة. أحكي لك بلسان حال شاب راقد ريح ما يدري عليه شيء، باي اللي أنا انتخبته عشان هو محبوب، بعد وصل للبرلمان وجاه الحزب اللي أنت تحكي عليه وخذه، باي هل أنا مالك؟ نستفيد ولا لو لا؟ لو جيت في مكان الشخص هذا، ترشحت لي مجلس النواب وفي ناس تثق فيها فانتخبتني، فجيت أنا قمعت الكرسي، شفت السيارات العالية وشفت السجاد الأحمر وشفت سيادة النائب أو ربما معالي الوزير، لأن ممكن يأخذوني في حكومة وكذا. مرات نشوف الدنيا الأخرى فننسى الدنيا اللي أنا كنت فيها. جائز، جائز جدا. هذا دور الحزب، هذا يحصل مع الفرد بمنتهى البساطة، لأن ما فيش من يحاسبه. لغياب المحاسبة تخلق منا شياطين، تخلق منها مجرمين. يعني انت مش مع النظام الفردي في البرلمان؟ لا 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 لا، انا مع نظام القوائم. وهذا دور الحزب. الحزب الحقيقي هو اللي يصوب اخطاء نواب بعد ما يوصلوا للسلطه، هو اللي يرجع له قبل ما يتخذ القرار. ما يجيش فكرة فندي ما. نعم دكتورة، ما زالت بضع دقائق على الحلقة، نعطيك البراح كامل وأنا ندير فيها مع ضيوفي كلهم لإيصال أي رسالة ترغبي في إيصالها، سواء كان لعموم الشعب، للجهات القضائية التشريعية التنفيذية، المجتمع الدولي. الكاميرا قدام حضرتك، واللي تبي توجهي لها رسالة تقدر توجهي لها الرسالة اللي تبيها. لو نجحنا ووصلنا اليوم 24 ديسمبر وانتخبنا وما كانش في حرب وما كانش في تأجيل، لأن التأجيل قد يسبب حرب، وهذا على فكرة مش تهديد مني أنا، لكن هذا لأنه قالوا لي أنت تهدي لما تقولي أنا ما عنديش لا عندي سلاح ولا عندي سلطة باش نهدد بهم. بصراحة أنا نقول أن الشارع وعدتوه أن في انتخابات، والوعد هذا نيم الجميع، أعطاهم إبرة مسكنة إنهم يستنوا الانتخابات للتخلص من هذه الوجوه البائسة التي جثمت على صدور الليبيين كثيرا بدون وجه حق. لو حصل وذهبنا لهذه الانتخابات بإذن الله تعالى، ما ضامن أن
التيارات التي التي لديها أذرع مسلحة لا تنقلب على الانتخابات كما حدث في انتخابات 2014. عندنا خالد المشري وعندنا عبد الرحمن السويحلي قالوها بصراحة، لو فاز فلان، عاد انت قلتي اسمين ما تبيش تقولي لي اسم الاخر، قالوا لو فاز حفتر نحن مش هنوافق. وحق الرد مكفول للجميع. طيب لا هم قالوه مسجل الكلام. نعم نعم هذا الكلام هذا هم قالوه مسجل. ويا سيدي ما قالوهش، هم داروها في 2014 لما هم خسروا الانتخابات. هم لما التيار الاسلامي لما خسر الانتخابات انقلب قاطع البرلمان وسبب في هذا المشهد البائس الذي تعاني منه ليبيا اليوم. واليوم طلع عبد الرحمن السويحلي مرة ثانية، وطلع السيد المشري مرة ثانية، سيدي طلع الدكتور عبد الرحمن السويحلي، وطلع ما نعرفش خالد المشري دكتور ولا لا، طلع السيد خالد المشري وقالوا نحن سننقلب. طيب ما الضامن انهم مش هينقلبوا مش هيستعملوا السلاح؟ عشان هيك نحن محتاجين عقد اجتماعي حقيقي بين الشعب وبين الشارع وبين المكونات الليبية، بين العرب وبين الأمازيغ وبين الطوارق وبين التبو، بين القبائل المختلفة، بين النخب، بين المثقفين، أن نحن نتيجة الانتخابات القادمة هنوافقوا عليها تحت أي بند بغض النظر من فاز فيها. محاولة منا لإرجاع الثقة بين الشارع الليبي لسببين أساسيات: واحد، إرجاع الثقة بين الشارع الليبي والعملية السياسية برمتها، لأن الشارع الليبي فاقد الثقة في العملية السياسية. أوكي؟ السبب الثاني محاولة من الجميع لرفع المعاناة عن الشعب الليبي اللي له 10 سنوات يقبع في ظلام دامس بكل الطرق: تعليم زفت، صحة معدومة، القطاع الصحي أحد أسوأ إن لم يكن الأسوأ في المنطقة، ما فيش سيولة، ما فيش إنسان طبيعي يخدم 7 شهور ما يحصلش مرتبة، طبيعي بيسرق للأسف الشديد، طبيعي بيتجه إنه يخدم خدمة تانية ويتأثر على خدمته الأساسية. سيرتفع الفقر وترتفع معه الجريمة. يرتفع الفقر وترتفع الجريمة. فيجب إجراء عقد اجتماعي حقيقي. العقد هذا ينص على أن الانتخابات القادمة سنرضى بنتيجتها تحت أي بند بغض النظر من فاز، وأي شخص ينقلب على هذا الانتخابات نجيبه اللي بعده في القائمة، مش نخلوه كيف ما صار في انتخابات البرلمان، نخلوه بعدين يجي ياخذ راتبه بعد 7 ولا 8 شهور كل مرة ياخذها جمعية دايرها مع بعضها، لا نجيبه اللي بعده. مش موافق على النتيجة؟ روح حبيبي. عموما أقدم لك الشكر مرة أخرى صحفية والباحثة دكتور ريم البركي ورئيس وكالة أخبار ليبيا 24 على قبولك دعوة برنامج مقابلة، وشكر لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. أتمنى أنني كنت بابا للإفادة والاستفادة، على أن ألتقيكم في حلقة أخرى مع ضيف آخر. أترككم، حفظ الله ليبيا، دمتم في رعاية الله. أنا أتمنى أن ظهوري اليوم كأول ظهور ما يكونش ثقيل على المشاهدين. انت كسرتي بصراحة بروتوكولات البرنامج كله على فكرة، حتى بعد الختام تكلمتي مرة سمحني يا مالك. شكرا دكتور. إلى اللقاء.